أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن استمرار الاحتجاجات المنددة بانهيار الاقتصاد والأوضاع المعيشية وأبعاد التحركات الحكومية لإنقاذ الوطن. تستمر الاحتجاجات المنددة بغلاء الأسعار وانهيار العملة المحلية في عدد من المحافظات الجنوبية مرددة شعارات تطالب برحيل التحالف وإسقاط الحكومة وتحميلهما مسؤولية تدهور الوضع. الاحتجاجات تأتي في ظل دعوات لقيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إلى انتفاضة شعبية عارمة في عموم محافظات ومناطق الجنوب. الحكومة تعهدت بالعمل على وقف انهيار العملة وتحسين أوضاع المواطنين في محاولة لتهدئة غضب الشارع، وأقرت خلال اجتماع لها مع اللجنة الاقتصادية مصفوفة حل تنص على زيادة مرتبات الموظفين ومعالجات اقتصادية أخرى. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: هل تتمكن الحكومة من تدارك الوضع ومعالجة المشكلة القائمة؟ وما هي أبعد وتبعات دعوات قيادات في المجلس الانتقالي إلى انتفاضة عارمة؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. توتر واحتجاجات واستنفار أمني غير مسبوق، مشاهد متصاعدة تعيش واقعها معظم المحافظات تنديدا بارتفاع الأسعار وتدهور العملة وتردي جميع الخدمات في البلاد. الاحتجاجات التي اتسعت رقعتها من جديد لم تتوقف عند التنديد بالأوضاع المعيشية فحسب، بل تطورت إلى هتافات مناوئة لوجود التحالف ودعوات عديدة إلى عصيان مدني في بعض المحافظات الجنوبية. في جديد الأحداث دعت قيادات محلية للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا إلى انتفاضة شعبية عارمة في عموم محافظات ومناطق الجنوب، احتجاجا على تدهور الأوضاع في كافة المجالات وتزامنا مع انطلاق جولة جديدة من المشاورات السياسية، وهي دعوات وتصعيد يأتي على خلفية عدم السماح لهم بالمشاركة في المشاورات. مجلس الوزراء في تحركه لتدارك الوضع عقد اجتماعا لمناقشة القضايا المتعلقة بوقف تدهور العملة الوطنية، ووضع مصفوفة من الإجراءات العاجلة لوقف التدهور المتسارع في محاولة لاستعادة الحد الأدنى من توازن المؤشرات الاقتصادية. المصفوفة الحكومية وفي إجراءاتها الأولى أقرت زيادة مرتبات المدنيين والمتقاعدين بنسبة 30% واتخاذ آليات مؤقتة للحد من المضاربة في سوق العملات لتحقيق استقرار نسبي في سعر صرف الريال. الإجراءات بحسب الحكومة ستقلص أيضا من السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف حيوية، وستقلص أيضا من التمثيل الدبلوماسي غير الفعال في توجه لإصلاح الاختلالات في القطاع الدبلوماسي وغيره. إجراءات عديدة تعتزم الحكومة القيام بها لمعالجة الانهيار، لكنها وبحسب اقتصاديين لا تكفي لإنقاذ الاقتصاد وتدارك الوضع المتصاعد طالما لا تزال الأطراف الإقليمية تسير في حرب لا أفق فيها وفي خضم أزمة مترامية صنفت من أسوأ وأشد الأزمات الإنسانية قساوة في العالم. مجددا ترحيبكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من عدن الصحفي أديب الجناني. أرحب بك أستاذ أديب. هناك دعوات للانتقال للانتفاضة وتحركات أيضا بالمقابل للحكومة لمعالجة الوضع، برأيك كيف تتابع كل هذه التطورات؟ مساء الخير عليكم وعلى المشاهدين الكرام. بالنسبه لخطوات الحكومه، كان يجب على الحكومه القيام بها ولكنها تاخرت الان كثيرا، ولكن ما يعني بامكانها ان تقوم فيها. الكلام الذي تقول الحكومه في تصريحاتها السابقه يقول يعني الان لا مدى جديه تطبيقه على ارض الواقع، وبالتالي من خلال ما سبق لم نشاهد شيء من هذا القبيل. لكن السؤال الان، هل استشارت الحكومه بهذا الشيء؟ هذا ما تجدر عليها الايام القادمه. طيب برأيك هل هناك يعني معطيات تشير إلى تلبية الاحتجاجات التي تلبية مطالب الاحتجاجات التي يعني جرت في عدن وغيرها من المحافظات أيضا؟ الحزمة الإصلاحات التي قررتها الحكومة هي تتعلق يعني في إنتاج النفط وتصديره وكثير من النقاط التي قدمتها الحكومة، لكن هذه الخطوات هي بحاجه الى استقرار امني في المحافظات التي تسيطر عليها، ومن المعروف ان هناك جهاز يعني ليس لدينا جهاز عسكري
واني مثلا الحكومه من تنفيذ هذه القرارات. الشيء الاخر فيما يتعلق من تقليص الاستثمارات والملحقيات، من المعروف ان هذه التعيينات لها اجازه عبر الوساطه والمحسوبيه، وهنا تكمن المشكله. طيب الآن هناك احتجاجات حاليا في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية ترفع شعارات ضد الحكومة والتحالف العربي، تحديدا ضد المملكة العربية السعودية. هل يعني هذه التظاهرات خرجت بالقدر، يعني خرجت ضد الاحتجاج، ضد الأوضاع الحالية عموما، أم أن هناك نوع من التحريك السياسي لها كما يقول البعض؟ في البداية عندما انهار الدولار ارتفعت الاسعار بشكل يومي، خرج الناس الى الشارع بشكل عفوي نتيجه الاوضاع المعيشيه الذي يعيشونها. ولكن بعد ان تم نقل المربع من مربع حقوقي الى مربع سياسي في تبني المملكه الانتقالي لهذه الدعوات، يعني لو لاحظنا احنا منذ انطلاق الاحتجاجات الى اليوم هنالك فرق كبير جدا، يعني لمشكله انه عندما تبنى المملكه لهذه الدعوات لاحظنا اليوم في ما يقارب 50% من المحلات اليوم فتحت، السوقات فتحت، يعني انه كانت دعوه المجلس الانتقالي للتبني لهذه الاحتجاجات هي دعوه سلبيه اثرت على مطالب الناس الحقوقيه التي تطالب بوقف انهيار العمله التي اثرت على حياتهم المعيشيه. طيب ارجو ان تتفضل بالبقاء معي سيد اديب. ارحب بمن ينضم الينا الان من الرياض، السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة السيد غمدان الشريف. أهلا بك أستاذ غمدان. لماذا تأخرت مصفوفة لماذا تأخرت هذه المصفوفة حتى الآن؟ يعني لماذا انتظرت الحكومة اشتعال الاحتجاجات حتى تضع هذه المصفوفة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليك وعلى ضيفك والمشاهدين العزيز. الحكومة لم تتأخر، وإنما هناك خطوات اتخذها ما بين الحين والآخر. الكل يعرف الظروف التي تعيشها بلادنا جراء الحرب الهمجية التي شنتها من أشياء الانقلاب، وكذلك من كحة الموارد وقلة الإمكانيات. انهيار العملة يعود إلى أسباب اقتصادية كثيرة، ويتعلق بالطلب بالعرض والطلب على العملة الصعبة. الحكومة دائما تتخذ عدد من الإجراءات، ولكن هذه المرة كانت هناك حرب اقتصادية شنتها الميليشيا البلدية بضخ أموال كبيرة من النقد المحلي إلى السوق، أدى إلى ارتفاع العملات الصعبة مقابل الريال. الحكومة درست آليات وخطوات تعمل إليها، ولا ننسى أن هناك ارتفاع المضاربة بالعملة من قبل بعض الصرافين الغير مرخصة لهم في شتى المحافظات، ليس في المحافظات المحررة فقط، وإنما حتى في المحافظات التي تحت سيطرة الميليشيا الإنقلابية. فالوطن كتلة واحدة ومتلاحمة، يعني يتأثر الاقتصاد بما يحدث في أي منطقة من المناطق. لذلك كان مطلوبا اجتماع اللجنة الاقتصادية، وترأس فخامة الرئيس الاجتماع أدت إلى عدد من الحلول التي أقرها في الوزراء ووجهت سرعة تنفيذها. اليوم هناك استقرار في العملة، ولكن هناك خطوات متتالية تدرس الحكومة توفير العملة الصعبة للبنوك وفتح اعتمادات لشراء. لكن هناك أيضا الكثير سيد غمدان، هناك الكثير من البنود في هذه المصفوفة المطاطة، يعني مسألة مثل اتخاذ كافة الوسائل السياسية والعسكرية لإرغام ميليشيات الحوثي على توريد إيرادات الدولة للبنك المركزي بعدن. إذا كانت المسألة بهذا الأمر، يعني إذا انتهت الإشكالية مع ميليشيات الحوثي، ستعود الحكومة إلى صنعاء أساسا. أيضا تنشيط عمل المؤسسات الإيرادية، مسألة تنفيذ عمل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، هذه الأمور المفروض أن تحدث بدون يعني توجيه، المفروض أن تكون موجودة أساسا. لماذا تتأخر دائما الحكومة في عمل هذه الأشياء إلى حين صدور أو حدوث هذه الاحتجاجات الشعبية؟ أخي العزيز، بخصوص ما ذكرته بتصدير النفط والغاز، هي أهداف أمنية جرى العمل عليها منذ عامين، ولذلك كان وجوبا أن يكون هناك تناسل في قوى
جهود كبيره في ذلك الاطار حتى يتم زياده الانتاج النفطي وكذلك تصدير الغاز. قضت الحكومه خلال الشهر تصدير نفط شبوه ولكن بكميات قليله، ولكن وجوب التعاون مع دول التحالف العربي لزياده الانتاج. اما بالنسبه للمرتبات في المحافظات التي تحصل في الانقلابيين فهي العديد، هناك 800 مليار سنويا تسميها الميليشيا الانقلابيه، 800 مليار ريال من العمله المحليه الميليشيا الانقلابيه لا تقوم بدفع مرتب موظف واحد في هذه المحافظات التي تحت سيطرتها. هذه الاموال تتحول الى العملات صعبه وثم تهريبها الى الخارج. المطلوبه التي وردت هي منع تهريب الاموال والتاكيد على ذلك الاموال الصعبه، وكذلك حطت 10,000 دولار لكل مواطن اتاحه للسفر، كذلك فتح اعتمادات ماليه لدى البنوك لشراء السلع الاساسيه ضمنها القمح والسكر والارز وغيرها من الاشياء الاساسيه، وذلك سيسهل لذلك سيخفض الطلب على العملات الصعبه، وكذلك المرضى والجرحى وغيرهم بامكانهم الحصول على العمله الصعبه باقل سعر ممكن بناقص 10 ريالات بما هو محدد من السعر البنك المركزي الذي يحدده. لذلك هناك اجراءات في المقصوفه اتخذت سريعه وعاجله، وهناك اجراءات مستقبليه وهي لضمان استقرار العمله. لا يمكن استقرار العمله والميليشيات الانقلابيه تكون بمضاربه على العمله وتحصل على 800 مليار ريال سنويا دون ان توردها الى البنك المركزي. اخي العزيز، لدينا مشكله اخرى، الدوره الماليه. استكمال الدوره الماليه لابد ان تكون هناك دوره ماليه متكامله حتى تذهب الاموال الى البنك المركزي. البنك المركزي يفتقد لهذه بسبب المضاربه التي تتم في المحافظات التي تحت سيطره الميليشيا. لذلك لابد من ضغط الامم المتحده وهي يهمها اليمن ويهمها اقتصادها اليمني في على الميليشيا الانقلابيه ان تغلب مصلحه الوطن والمواطن على كل المصالح وتوريد جميع الاعدادات الى البنك المركزي، ويكون هناك بنك مركزي واحد لليمن وهو البنك المركزي في عدن التابع للسلطه الشرعيه. وضحت هذا نعم على ذلك. نعم أستاذ غمدان، وضحت هذه النقاط، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أرحب بمن ينضم إلينا مشاهدينا الكرام من ماليزيا، الباحث الاقتصادي السيد عبد الواحد العوبلي. أستاذ عبد الواحد، يقول السيد غمدان الشريف الأوضاع الاقتصادية لا تخفى على أحد في البلاد، والحكومة الآن أوجدت مصفوفة جديدة لتدارك التدهور الاقتصادي. هل هذه الإجراءات بهذه المصفوفة التي تحدثت عنها الحكومة برأيك ستكفي لمعالجة الوضع؟ مرحبا أخي وجيه. أولا زي ما أنت ذكرت، مجموعة المقترحات أو المصفوفات التي تم طرحها لإيجاد حلول للمشكلة الحالية مش محتاجة لجنة اقتصادية ولا حاجة، يعني بديهيات وألف باء اقتصاد. لكن المشكلة بتتشكل في أنه حتى هذه اللجنة الاقتصادية بغض النظر عن عناصرها المشهور عنهم اصلا الفشل والفساد السابق، لكن ما هي امكانيه اللجنه لتطبيق هذه التوصيات او الاجراءات على ارض الواقع؟ في ملاحظه انه اللجنه لا تضم وزير النفط على سبيل المثال، كيف حتعمل صلاحات اقتصاديه بدون ايرادات النفط والغاز؟ لا تضم اللجنه كذلك وزير التخطيط والتعاون الدولي، كيف طيب حتى يضم المبالغ الواردة من المانحين الأجانب إلى داخل المنظومة المالية للدولة وهذا الوزير مش موجود؟ أنا مش عارف إيش الآلية اللي هم حيشتغلوا عليها يعني. هناك نقص في المعلومات ربما. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ العوبلي، كذلك أستاذ غمدان الشريف. أعود إليك أستاذ أديب الجناني من عدن، والمعذرة على الإطالة. يعني برأيك في ظل الإجراءات الحكومية هناك أيضا دعوات سياسية من قبل المجلس الانتقالي لاستمرار هذه الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية، هذا الأمر تزامن مع مشاورات في جنيف، هل يعني يحاول الانتقالي استغلال هذه الاحتجاجات، أو إلى أي مدى يحاول استغلال هذه الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية؟ أخي العزيز، المجلس الانتقالي للأسف استغل ذلك بشكل سيء جدا، وهو الذي دعا الى هذه المسيرات خاصه في المكلا وعدن وصالح.
للاسف الشديد في هذه الاوقات يفترض ان يكون عند مستوى المسؤوليه الوطنيه وان يقف الى جانب الشعب الى جانب الحكومه الشعبيه حتى الخروج من المحنه الاقتصاديه التي فرضتها الميليشيات الانقلابيه. هو يرمي كل التهم الى جانب الحكومه الشرعيه التي تعمل جاهزه على انجاز الاقتصاد الوطني، وقد انجزته خلال الشهرين الماضيين من خلال وديعه السعوديه 2 مليار دولار. المدير الانتقالي يدرك اذا تماما ان الحكومه الشرعيه ليس لديها ايرادات، وان هناك تعطيل في بعض المواني وتصدير بعض الموارد بسبب الظروف الامنيه التي تعيشها المحافظات التي تحت المحافظات المحرره. وكان ضمن العسر التي طرحتها اللجنه الاقتصاديه هو ايجاد ظروف امنه وملائمه للجنه للعمل بداخل المحافظات المحرره، وهو وحده الجيش الوطني ودمج الوحدات العسكريه والامنيه حتى تكون بقرار واحد. للاسف الشديد المحافظات للاسف الشديد الى يومنا هذا لم توصل الى دمج الوحدات العسكريه والامنيه التي نشاهد الاعمال العنف في العاصمه المؤقته عدن وتحت حمايه بعض الوحدات العسكريه للاسف الشديد التابعه للمجلس الانتقالي. لذلك لابد من تعزيز الامن والاستقرار، وكان مطلوبا ان تكون هناك وحدات عسكريه مدمجه مع بعضها صالحها الوطني والدستوري يحمي مصالح الوطن والمواطن ولا يكون بالتخريب. لذلك كانت هذا اهم النتائج التي حققتها اللجنه. اما بالنسبه للاجراءات التي سوف تتبع فيكون فخ سيوله نقديه الى السوق المحليه، وكذلك وضع اليه وهي حلول مؤقته ليست دائمه، فان العيش في وضع حرب وموارسنا لا زالت بسيطه، ولكن نتطلع الى دعم الاشقاء والاصدقاء في العالم حتى تخرج بلادنا من هذه الازمه الاقتصاديه. ونتمنى وندعو من خلال قناتكم الجميع الى تحمل المسؤوليه والوقوف الى جانب الشرعيه ومثلت الرئيس عبد الرب منصور. هذه رئيس الجمهوريه الذي يولي كل اهتمام الاقتصاد الوطني، وهذه معاناه كل اليمنيين سواء في صنعاء او سعداء او عدن او المكلا. الحكومه لم تسفر كل الجهود من اجل الخروج وانجاز الاقتصاد بالنسبه للميليشيات الحوثيه، فهي تقاتل وتجاهد وتريد ان تقول للعالم انظروا ماذا يحدث في المحافظات المحرره من اعمال عنف وتقريب وتدمير وغيرها. وقد اطالت هذه الاعمال التقريبيه للاسف الشديد شعارات ضد التحالف العربي وضد الحكومه الشرعيه، والاسف الشديد ان يدعو اليها هم شركاء السلاح بالامس. إذن أشكرك الصحفي أديب الجناني، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. بالعودة إليك أستاذ غمدان، في سياق يعني ما يجري على الأرض، هناك من يعود بالذاكرة إلى دخول الحوثيين إلى صنعاء، كانت هناك أيضا مظاهرات شعبية في ذلك الوقت ومطالب اقتصادية، الآن هناك أيضا مطالب اقتصادية لكن الحكومة الشرعية غير موجودة فعليا في عدن بشكل واضح، كذلك رئيس الجمهورية غير موجود. كيف يمكن أساسا للحكومة أن تنفذ هذه المصفوفة، أن تطمئن المواطنين وهي وجودها على الأرض محدود جدا؟ أستاذ غمدان، أستاذ غمدان، هناك إشكالية في التواصل. إذن أعود إلى سيد عبد الواحد العوبري. أستاذ عبد الواحد، في سياق التصعيد الجاري على الأرض، وجود احتجاجات شعبية متكررة يعني تتفاقم يوما بعد آخر، هل تستطيع هذه التحركات الحكومية أن تخفف أو أن تعالج الوضع وتخفف هذه الاحتجاجات وحدتها؟ أخي، كيف تشيء الحكومة تطبق سياسة اقتصادية وهي نفسها مش مطبقة ألف باء صاد؟ حكومتنا لا عملت ميزانية ولا حسابات ختامية للعوام الماضية، ولا عندها خطط وموازنة تشتغل عليها في هذا العام أو العام القادم، ولا نعرف كم إيراداتها ولا كم مصروفاتها ولا من فين تيجي الإيرادات ولا فين تروح المصروفات. وفوق هذا كله فساد مستشري ومستفحل في كل مرافق الحكومة اليمنية، بداية من مكتب الرئيس قيادة عبد الله العليمي وانت نازل يعني.
ما اعرف شنو ايش قدره الحكومه على فرض سياساتها وهذه الاجراءات على ارض الواقع. هل بامكانهم ان يوردوا ايرادات النفط لحسابات البنك المركزي اليمني؟ هل بامكانهم فرض سيطرتهم على الموانئ والمطارات وتحصيل ايراداتها لدعم العمله المحليه؟ هل بامكانهم استكمال تحرير الحديده لتخليص هذا المرفق الهام من بسطه الانقلابيين؟ انا لا اعرف مدى امكانيه الحكومه للوصول او لتحقيق شيء على الارض. وزي ما انت ذكرت الحكومه كلها موجوده في الخارج وبتستلم راتبها بالعمله الاجنبيه، فصدقني اخر همهم انه الريال ينزل او الريال يطلع. حتى يصبح افراد جميع افراد هذا الحكومه يستلموا بالريال اليمني ساعتها هم حيسالوا في الريال اليمني وفي قيمته. لكن غير كذا ما انا غير متفائل للاسف. طيب يعني في ظل هذا الوضع هناك ايضا من يشير الى نوع من الاستغلال السياسي للاحتجاجات على الارض ومعاناه الناس بشكل عام. برايك هل يمكن موازنة الأمر حتى لا نشهد مشكلة أخرى أخطر فيما بعد مثل ما حدث أيام الانقلاب واجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء؟ يا سيدي قد يكون في احتجاجات ممولة أو مدفوعة من قبل جهات معينة، لكن لا يمكن أن ننكر أن الناس في وضع صعب جدا هو السبب الأساسي الذي دفعهم للخروج. قد يكون مثلا احد المتصلين ذكر ان المجلس الانتقالي هو اللي دفع الناس للخروج. المجلس الانتقالي معروف انه تابع للامارات، وما فيش حد من المتابعين للامارات حيروح يقطع صور الشيخ زايد المعلقه في حضرموت وفي عدن. فانا ما اناش مع هذا الطرح. الناس فعلا تعبانين، الناس فعلا في وضع ماساوي. ف نظرية المؤامرة في هذا الوضع أعتقد من يتسبب بانهيار الريال هم التحالف نفسه وأدواته على الأرض. لأن هناك بالفعل يعني شخصي. نعم، لأن هناك بالفعل دعوة من مجلس الانتقالي إلى خروج الناس وتصعيد هذه الاحتجاجات ضد الحكومة على الأقل، يعني كانت هكذا دعوتهم. لكن في سياق الوضع الاقتصادي عموما، يعني أستاذ عبد الواحد، ما هي المعالجات الممكنة لتخفف من الوطأة على اليمنيين عموما وبنفس الوقت يمكن تنفيذها بسرعة؟ يعني هل الحديث عن هذه المصفوفة كان منطقيا في إطار تحركات عاجلة أم لا؟ نعم، الحديث عن المصفوفة طبيعي ومنطقي ومن أبجديات المعالجات الاقتصادية في هذا الوضع. نعم. لكن قبل أن نبدأ برؤية نتائج هذه الإصلاحات على الأرض، يجب أن يتوقف الفساد الحاصل بداية من مكتب الرئيس مرة أخرى برئاسة مدير مكتبه عبد الله العليمي، ومرورا برئيس الوزراء ومن معه من الوزراء والوكلاء ونوابهم وما إلى ذلك من يعبثون بنقدية البلد ويتواجدون في الخارج دون أي مسؤولية ودون أي حسيب ورقيب. ثانيا الشيء الأهم اللي هو أنت عندك المورد الأساسي للبلد اللي هو إيرادات النفط والغاز. أنت بإمكانك تحصل على إيرادات النفط والغاز بمجرد استئناف عملية التصدير، يعني في اليوم الثاني. هذه معالجات سريعة وعاجلة بإمكان ظهور أثرها مباشرة على الاقتصاد الوطني. لماذا يتم تأخير وحل بطل كل جهود طيب إعادة التصدير والإنتاج في كل وهذه المسألة محورية بطبيعة الحال. أشكرك أستاذ عبد الواحد العوبلي الباحث الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من ماليزيا، يعود إلينا السيد غمدان الشريف السكرتير الصحفي لرئيس الحكومة. أستاذ غمدان، قلت أنت في سياق بداية حديثك أن الوضع الاقتصادي في اليمن لا يخفى على أحد، لكن هناك اتهامات كثيرة للحكومة بأنها يعني تدفع ما يصلها من الأموال للمسؤولين فقط، ليس هناك بالأخير معالجات حقيقية على الأرض، والصرف يعني بالنسبة للحكومة وللطاقم الحكومي موجود وثابت بينما يعاني الناس على الأرض. كيف ستنهي الحكومة هذه الإشكالية؟
أخي العزيز، الكل يدرك، وأحب أوضح لك والمشاهدين أن الإنتاج الإجمالي للحكومة الشرعية من النفط وما يوردها من موارد بالعملة الأجنبية هي 50 مليون دولار شهرياً. الموازنة العامة للدولة لمدة عام لا تتجاوز مليار دولار، بينما كانت إيرادات الدولة 10 مليار دولار. ما تحتاجه الحكومة لتغطية مشتقات النفط لعدن وحضرموت فقط هي 60 مليون دولار شهريا، أي عجز هناك عجز. لذلك حين يتحدث ذلك أن الحكومة هي السبب، فذلك من باب المبالغة ومن باب الاتهام الغير دقيق. يعني هل أفهم أستاذ غمدان أن المسؤولين الحكوميين لا يستلمون رواتب؟ بالنسبة للمرتبات الحكوميين، هناك 3 أشهر لم تستلم الموظفين الحكوميين، لم يتم تسليم مرتباتهم. وبالنسبة للمرتبات هي لا تتجاوز 1% وأقل من ذلك مقابل ما يتم إنفاقه. هي مبالغ زهيدة جدا 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 مقارنة بالوضع الاقتصادي الكبير. لا يمكن أن نرمي أن هذه المرتبة بسبب الاقتصاد، الاقتصاد الموجود أكبر بكثير من الحديث عن مرتبات لعدد من الموظفين الحكوميين القليلين. لذلك أخي العزيز، المشكلة هي في العملة التي موجودة فيها. لكن أستاذ غمدان، لو لم تكن المسألة بهذه الجدية، ما كانت إحدى نقاط المصفوفة حديث عن تقليص السفارات والملحقيات التي ليس لها وظائف. لكن الناس يطالبون بما هو أكثر، مسألة الوكلاء الذين لا يعملون مثلا، ومسألة الكثير من المسؤولين الذين لا يتواجدون على الأرض بل هم في الخارج. أخي العزيز، ضمن إجراء مجلس الوزراء أودت جميع المسؤولين إلى العاصمة الموجودة عدن والمحافظات المحررة أخرى. عمل الحكومة الدؤوب داخل المحافظات المحررة، الكل يعرف مدى الإجراءات الأمنية ومدى الوضع الأمني الذي موجود في هذه المحافظات. الحكومة حالية الأمر تدرس وهناك كامل مع التحالف العربي لإيجاد بيئة آمنة، يعني وذلك لم يتم حقيقة. وصراحة أقولها لك انه لابد من دمج الوحدات العسكريه والامنيه التي نشات في الحرب الى جيش وطني حقيقي يحمي مصالح المواطنين كلهم، تسهيل مرور البضائع من والى جميع المحافظات، تشجيع المستثمرين للعوده الى العاصمه المؤقته عدن وباقي المحافظات. هناك اجراءات امنيه، الامن اولا. أستاذ غمدان، كيف يمكن أن يعود المستثمرون على الأرض بينما المسؤولون الحكوميون يخافون على أنفسهم ولا يعودون إلى عدن؟ يعني كيف يمكن فهم هذه الدعوات الحكومية من الأساس؟ أخي العزيز، أنا أكد لك أن الحكوميين سوف يعودون الوكلاء. هناك الحكومة موجودة داخل العاصمة المنطقة عدن، ولكن الإجراءات الأمنية تشمل الجميع. إذا منع دمج الوحدات العسكرية والأمنية داخل العاصمة المؤقتة عدن وما جاورها من محافظات، قد يكون هناك أمن واضح، ولم يكون هناك حجة لأي مسؤول أو أي موظف أو أي دعوة دبلوماسية أخرى بالعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن. هناك تجري خطوات لإعادة بناء الجيش الوحدات العسكرية والأمنية ثم العودة لكل الوحدات. هناك وكلاء مداومون في العاصمة المؤقتة عدن، في بعض القصور موجود، ولكن هناك توجيهات هي موجودة لأول حكومة كاملة بكل أبوها بكل وكلها. هناك عمل على تدريس عدد من السفارات، وكان هذا أحد الحلول، وكذلك بعض الوزارات الموجودة. لذلك أخي العزيز، أكد لك أن هناك ثمة إجراءات يتم اتخاذها خلال الأيام القادمة، وهي تكون يعني مؤشر للاستقرار الاقتصادي الوطني في الوقت اللاحق. ولكن أخي العزيز، المشكلة ليست هنا المشكلة أكبر بكثير. هناك مليارات من الريالات تسحب عليها الميليشيا الإنقلابية السعودية وتقوم بالمضاربة بهذا شراء العملة الصعبة. المشكلة أكبر بكثير، يجب أول. إذا نما لن تستطيع بهذا الأمر الحكومة العودة، يعني استكمال معركة التحرير والعودة إلى صنعاء لإنهاء هذه الإشكالية إذا كانت المشكلة فقط في ميليشيات الحوثي، ولا يبدو أنها كذلك. أشكرك جزيل الشكر أستاذ غمدان الشريف، السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء، كنت معنا على الهاتف من عدن، كما والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. تقبلوا تحيات طاقم العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.